ايضا عندنا عمليه مهمه هي find the length of string. دائما نحتاج length of string, ونحتاج ايضا length ب for loop. for loop اوكي. فاذا نكتبها بهذه الصوره, هذا عد ما نريد عدد الكاركتر, عدد الحروف الموجوده اوكي, او البوزيشن الموقع find the depth okay, اللي هو هذا def يقول له هو 3 لانه يبدو من الصفر اوكي. او اعطيني extracting, انا عندي الاس يتكون من ال A to I, A to I كيف اعطيني من الواحد للخمسة. لا تلاحظ انه الواحد هو ال B, يعني ال A هو index 0, فمن الواحد للخمسة يعني 4. الواحد ينحسب لكن الاخير هو يعتبر حد, الواحد ينحسب دائما تنتبه الى هذه القضية. او عندما تشوف بهذه الصوره كاتب معناته انه هذا بادي من الصفر, بادي من الصفر, لذلك تشوف انه من الاي للاي ايضا انتهى بالاي. او عندما تشوفه بهذه الصوره اذا هو راح يبدي من الثالث من الاندكس رقم 3, من الاندكس رقم 3 في 0 1 2 3 3 اللي هو D وينتهي إلى النهاية. أو minus 1 عندما تجد الكتابة بهذه الصورة وتجد minus 1 معناتها هي مقلوبة, اقلب لي string. replacing طبعا replacing مثل ما نعرف هي نفسيتها, لذلك احنا نقول بايثون لغة سهلة لأنه نقدر نفتهمها. replacing اللي هو استبدال, استبدل لي كلمة بدال كلمة, حرف بدال حرف. أو مثلا upper case, نعمل upper case أو lower case من خلال الفانكشن upper lower replace. هذه الفانكشنز اللي ممكن نستعملها. الآن نجي لل if else statement. if else statement على سبيل المثال عندنا ال x تساوي لنا 10, هنا الشرط مالتنا اذا كان الاكس اكبر من الواحد نقطتين ما تنساهن, لان هي هذه دائما تكون الاخطاء بهذا الشكل. عندما تضغط انتر راح يكون المؤشر هنا ما يكون هنا اوكي. ايضا هذه اللغه بها حساسيه بالنسبه للفراغات. اذا برنت اكس از جريت ذان 1, وعلى هذا اذا تحقق انه الاكس عد ما الاكس يكون اكبر من الواحد, الاكس عد ما يكون اكبر من الواحد اعطيني هذا ايلز اعطيني هذا اوكي. اكس از انا من انفذ هنا الاكس 10 لكن من اعطيه صفر راح يعطيني شنو, راح يعطيني اكس از ليس ذان 1. فهذا النوع الاول من الاف, هذا الاف ايلز ايلز ستيتمنت. هذا النوع الثاني مثلا الاكس اسند لها ل 90, if x greater than 100 اذا x اكبر فprint x is big. else if, else if طبعا هنا if معناته else if x اقل من العشره, اذا اقل من العشره less than 10 print اطبع لي small. else يعني اذا كان اكبر او اصغر او لا اكبر ولا اصغر, اذا عندك احتمالين ثلاثه احتمالات, هو اما ان يكون اصغر اما ان يكون اكبر بالحاله الاولى يعطيني بيك, او يكون اصغر تعطيني سمول, او يكون يعني شنو الحاله الثالثه اكيد هو اللي يساوي فتعطيني ميديوم. ميديوم else medium. Now x is medium. ليش فاك medium؟
نال اكس 90. اكس 90 هنا قال لك اذا الاكس اقل من العشرة. اوكي، اذا عدنا قيمة، شوف هنا، اذا عدك قيمة بين التسعة بين الـ يعني اقل المية، انا اذا اكبر من المية قل لي بيك. اوكي، يعني على سبيل المثال قال لي نفر. طبعا هنا أنا يطلب من عندي بايثون انفايرومنتس، راح اختار المناسب. هنا أنا يبدي ينفذ x is medium. اوكي، الان عند ما تكون 190 شوف شنو ينفذ. is big. خلينا نشوف التسعة شنو ينفذ. small. اوكي، خلينا نشوف العشرة اللي هو الشرط. اوكي، اذا العشرة ما داخل عندنا، اذا هو ميديوم. اوكي، طبعا بامكانك انت تغير هذا، ممكن 30 الان عندك اصبح سمول، اذا السمول راح يكون من 30 اسفل، يعني هنا من نضع 30 لا ما تصير، تصير ميديوم 29. اوكي سمول. اوكي اوكي، لهنا انا اعتقد خلص عندنا بيسك.